متابعين الأعزاء، يسعدني ويشرفني أن ألتقي بأول إماراتية ميكانيكية فتحت ورشة في الإمارات، وما شاء الله عليها حصلت الدعم الكبير، وأولهم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. ومنرحب بهدى، مساء الخير عليك يا هدى. يا مرحبا بك اختي، كل عام وانت طيبه وانت بصحه وسلامه، وكل عام والف مبروك. الله يسلمك، الله يسلمك، تسلمين. اول شيء ارفع اسماء التهاني والتبريكات لكل الاماراتيات وكل حتى النساء العربيات بهذا اليوم. هذا اليوم صراحه انا اعتبره يعني فخر ومشرف، والإماراتية مو بس يوم واحد، الإماراتية 365 يوم، منها الأم ومنها الأخت ومنها العم والخالة وكل نساء العالم العربي والخليج. جميل. طيب سويتي لقاءات صحافية مصورة وكتابية، اليوم رح نتكلم عن شيء ما تكلمتي قبل. نبتدي بهدى المطروشي من البداية. الله يسلمك. هدى المطروشي هي إنسانة شغوفة، انا خلاص انا بتكلم عن هدى المطروشي. ايوه، هدى المطروشي انسانه شغوفه، تحب الاستمراريه، التواصل، دائما عندها كلمه ليش. انت ليش؟ كلمه ليش هذه دائما الكلمه تراودها، يعني يوم كنت صغيره ان ليش القطعه هذه خربانه، ليش ما تتصلح، ليش استبدلها بقطعه جديده، خل اصلحها اشوف تصلحت اوكي، ما تصلحت هني انا ممكنني انا ابدل. شفتي الالعاب ايام الثمانينات؟ لعبه السمكه اللي تحب. عمري 37 سنه ما شاء الله عليك، مواليد 1984 من شهر اغسطس تاريخ 10. بيني وبينك 10 على فكره. انا مواليد برج الاسد ما شاء الله عليك. انا 10 10 اكتوبر. نعم، في 18 10 الميزان. انزل الميزان. انت الميزان، انا الاسد. الاسد اي. كانت عندنا على ايام قبل الالعاب، يعني يوم تين مثلا تشترينها صعب انك انت تبدلينها وتاخذين وحده ثانيه. ليش؟ لان هاي اللعبه انت اخذتيها مثلا لنجحتي، بتدخلين مثلا السنه اللي بعدها. ف ما راح تحصلينها الا ما احصلها الا بعد ما انا انجح. فانا بتعب عشان انجح. فطيب طالما ان اللعبه اختربت ليش ما اصلحها؟ فهني انا بدل المشوار معي اصلح اي شيء اشوفه، مثلا حتى لو انا اخربه وارجع اصلحه. ابغي اشوف شو الاشياء، شو المكونات، ليش اللعبه هذه تشتغل بطاريتين مش اربعه، ليش هذه باربع بطاريات مش اثنين. فهني الاسئله كانت تراودني. تصليحات على كل الالعاب، كل الالعاب. اشرطه الكاسيتات هذه عاده قصه ثانيه. عشان الكاسيتات هذه اللي هي البلاي ستيشن والامور. ايوه، هذه الناس اللي في عمر وجيلنا والجيل اللي قبلنا كان يضرب الكاسيت، هو غلط. المذر الاشياء اللي داخل هي اللي مقطوعه. نفس بطلينها هم، هو اذا انا بطلت اكتشف فيها. الشريط، الشريط يكون عباره عن مثلا بورد حديد، وهالبورد الحديد فيه توصيلات او مثلا كمبيوتر، يعني مثل برمجه داخليه. أيوة. فهي انا خلاص يوم اشوفها خلاص. فطالما ان كلمه ليش دائما موجوده معي فقمت اتبع فضولي. فالحمد لله وصلت لمرحلة الإعدادية والثانوية، ودخلت المرحلة الجامعية. تعبت وايد في المرحلة الجامعية لأن كنت أشتغل وكنت أدرس في نفس الوقت، وفي الدوام يعني بعض من الأوقات ساعات ما يخلوني أنا أطلع مثلا في الأوقات المحددة. فأضطر أن تخيلي أنا كلاسي الساعة 3، دوامي يخلص الساعة 3، يعني اتفقت مع الدكاترة انهم يعني يعطوني بس فترة النص ساعة هذا اني انا اكون يعني متغيبة. الحمد لله رب العالمين، الدكاترة ما قصروا، تفهموا. ظليت 4 سنوات على هالمشوار، احصل فترة بريك اطلع اسير اشوف في الصناعية، اخذ لي لفة وارجع. الصناعية هي امر الصناعية، اذا ما صرت صناعية راسي يعورني. صناعية انا اسميه صناعية مول بالنسبة لي. يعني اسير اشوف ان ليش القطعه هذه خربانه، انت شو تشتغل، انا ما يخصني فيه، ما لي حكم عليه، ولكن احب اني انا اشوف، احب انمي المهارات اللي فيني. المهاره مش بس مهاره الميكانيك، ثقافه في كل شيء، حتى الكتب، البحث اكثر شيء، البحث، الاكتشاف، الاكتشاف. يعني دائما الاستمراريه بالنسبه لي انا مهمه بالنسبه لي. على هالاساس المفروض تكوني اعلاميه. انا اعلاميه حقيقة. انا اعلاميه اصلا. فعندي ماجستير في الاداره والقياده، وبكالوريوس في الاعلام والاعلان. ما شاء الله عليك. الله يسلمك.
ما كملتي في الإعلام؟ ما صار نصيب. يلا ويانا. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. فهني المواهب هذه طالما أن الشخص بس مجرد أنه يمشي وراء الشغف خلاص. صحيح. ما في شيء اسمه فول ستوب أو نقطة. ممكن نقطة وابتدي بسطر جديد، لكن هني للأسف الشديد أن في ناس مثلا الطموح هذا مثلا مو من أول مرة أنا بنجح فيه، مو من ثاني مرة، يمكن من 10 مرة هي. أنا نجحت فيه وحققت الحلم هذا على أرض الواقع من بعد 15 أو 16 سنة. أنت قلتيها أنا عندي شغف مو بس طموح. شغف مو بس طموح، شغف حلم. كنت يعني سقف الطموح عندي مو بشيء محدود، يعني حاطة ليش ما أحلم؟ أوكي ما عليه، يمكن ما يتحقق الشيء هذا بس أحلم فيه. كون أني أنا أحلم فيه بحد ذاته فخر. جميل. فالحمد لله الأمور هذه كلها تيسرت بالنسبة لي، وفتحت الورشة وأنا على رأس الورشة هذه، وأشتغل في الورشة مو بس إدارية، حتى أدخل معاهم في الميدان. والحمد لله الأمور إن شاء الله تيسرت. ننتقل لنقطة مهمة جدا. 2020 كانت فيها حسناتها وفيها سيئاتها. البعض سبحان الله كانت بالنسبة لنا مو حلوة، بس أكيد ما في شيء من الله بيجي مش حلو، صح؟ صح. خبرينا عن 2020، شو صار معك؟ 2020 على فكرة يمكن الناس القراب مني يعرفون هالشغلة فيني، إني أنا كل نهاية سنة أحط شو الأشياء اللي أنا أبغي أسويها في السنة الجاية، أحط الأهداف. هالشيء وايد مهم بالنسبة للشخص، يعني شو أهدافه؟ حتى لنفسه، مش شرط يعني مثلا لكل مثلا للناس كلها، حتى لو لنفسه. يعني انت شو هدفك؟ شو اللي راح تسويه في هالسنه؟ 2020 حطيت في بالي اني انا افتح ورشه. فتحت الورشه والحمد لله، يعني حتى كنت في كلاس من الكلاسات وكنت كاتبه نوت ان انا راح افتح ورشه في 2020. لكن 2020 السنه هذه صدمتني انا بكورونا، لانه وقف كل شيء ولوك داون. طيب اوكي، الاهل شو كان موقفهم؟ انا ايوه تحكي. انا كنت حاطه الموضوع اصلا ان مثل المفاجاه للوالد. اوه سيربرايز. فعلى اساس اني انا حاطه في بالي ان الورشه باخذها وبحط شريط وكذا وبسقر الوالد، تعال من الواقع قص الشريط وباك انت تستفتح لي المكان وبركات الوالد بدون ما يدري قبل، بدون ما كان ما كان يعرف. وافقه. فقلت للوالد انا بفتح ورشه، قال لي اوكي. فهو ما كان مشالت. هو كان يعني حاط في باله انه اوكي اوكي، انه اوكي تكلمي عادي قولي. عقب بيت بعد فتره قلت ترى انا فتحت ورشه. كيف يعني فتحتي ورشه؟ فانا اضطريت اني اتكلم لان كورونا صدمني انه خلاص ما اقدر اسوي هالامور هذه كلها وعندنا الوقت محدود. فقلت للوالد انا ابغى بس مينتننس للورشه صبغ ويعني شويه تعديلات. قال لا والله صدق. قلت له والله العظيم انه صدق، يمكن تميت اسبوع وانا احاول بس اقنعه انه صدق. فبعت له الرخصه، قلت له انا ما اخذتنا في المكان فلاني وكذا كذا اللوكيشن يعني والرخصه. قال لا والله صدق. قلت له ابوي انا بقول لك على شغله. قلت له خلنا يعني انا ما بكمل هالمشوار اذا انت مو راضي. يمكن أنا الحين أول مرة أقول للناس هالجملة. اتصلت في الوالد قلت له إذا أنت مش راضي أنا بسكر الورشة، إذا راضي أنا بكمل. قال ليش سألتيني هالسؤال؟ قلت له رضاك بالدنيا كلها، يعني برا الوالدين، إذا أنت مو راضي أنا ما أقدرني أنا أكمل المشوار. قال لي أنا راضي عليك كل الرضا. وأتذكر هذا اليوم أنه بعد ما قال لي هالكلام ما كنت قادرة يعني أصل طريقي، لأن الغبنة كانت عالقة أن أنا كاسبة رضا الوالدين. الحمد لله. فرضا الوالدين فوق الدنيا كلها. أي طبعاً. فالتوافيق من رب العالمين أول شيء، ثاني شيء رضا الوالدين. الحمد لله الحمد لله أن أنا يعني ما أمشي إلا بكلام الوالد. الوالد مو بس والد، هو صديق لي، هو أخ، سندي. الوالد يعني قدوة. أي قدوة طبعاً. قبل يمكن انا ما كنت اقتدي بحد، انا ارسم لنفسي السطور، انا ارسم لنفسي الحياه او الطريق، انا يعني ارسم طريق لنفسي. بس هذا الطريق اذا انا ما اخذت المقتطفات من بعض الناس يمكن ما اقدرني انا ارسمه. المقتطفات من الوالد، من العم، عندي انا عندي عمتي قريبه مني وايد، عندي عمي
بعد قريب مني، عندي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هذا بحد ذاته اسمه يكفي. الهامة تعليمه، هو مدرسة. كيف وصل للفيديو اللي شافه واتصل عليه؟ وصل فيديو من برنامج جواهر في اليوتيوب، وصل الفيديو، وصلت الرسالة، لأن القصة كلها كاملة موجودة هناك. فقال لي أنا بعد الاتصال، يعني زادني الفخر، فخر إيجابية قوة. يعني تخيلي أنت الفخر بنفسه، يتصل فيك يقول لك أنا فخور فيك كون أنك أنت دخلتي هذا المجال، وكملي ولا توقفين. فهني أنا حطيت في بالي أنه ما في شيء اسمه نقطة وخلاص، يا أن نقطة وابتدي من سطر جديد، أو أن أنا أحط الفاصلة وأكمل. جميل. فمن كلامه علمني أني أنا أحط الفاصلة وأكمل. جميل. بعض العقبات اللي واجهتيها؟ في بعض الأحيان يقولون، أو مش بعض الأحيان، أنا يتني وايد انتقادات. إذا أنا باخذ على الانتقادات فأنا ما بكمل طريقي. إحنا قناة الناقد، بس إحنا جايين ندعم مو جايين ننتقد. في نقد بناء، وأنا أمشي مع النقد البناء. يعني مثلا لو قالوا لي هدى أنت مثلا هذا الشيء، ينتقدوني في شغلة، أنا هاي الشغلة أخذها وأخليها إيجابية. تعلمين منها يعني إذا كانت مناسبة. مناسبة إذا يعني كان اللي ينتقد لها الحق في النقد، ما عليه تعليقات سلبية خلي يعلق أو انتقادات سلبية. رضا الناس غاية لا تدرك، ولكن أنا أسعى لرضا الناس. الله. أسعى لرضاهم باللي أنا أقدر، محبتهم رضاهم. لكن اللي ينتقد خليه ينتقد، ما عندي مشكلة. إذا أنت ما حصلتي ناس ينتقدونك فأنت مش ناجحة. صحيح. فأنا من بديت وأنا الناس تنتقدني، أنا عارف أني أنا ناجحة، بس أنا ما أعير أي. شو بعض الانتقادات مثلا اللي ممكن تزعجك؟ وايد، بس يعني في بعض منها قال خليك في بيتك أحسن لك، وبلاها من شغلة الرجال. شغلة الرجال، يعني عفوا، الرجل رجل والمرأة مرأة، لكن القوة مش بالقوة العضلية، فكرية. تعال أنت إذا أنت تتكلم عن القوة، تعال عطني قوتك الفكرية. أنت شو اللي غيرت؟ شو اللي عطيت المجتمع؟ على الأقل غير التفكير، خلي تفكير إيجابي. الناس عايشة كلها بسلبية، طيب أنا ليش أعيش بسلبية؟ أنا أونس نفسي بنفسي، أنا أفرح نفسي بنفسي، أنت ليش نزين تكون سلبي؟ فهني الفكر شوي الواحد لازم يغيره، الشخص لازم يغير التفكير السلبي للإيجابي. جميل. الواحد يومي يطلع من بيته يقول أنا اليوم لازم أكون إيجابي، أنا اليوم بسوي شغلة تكون إيجابية لي وللناس، حتى لو ما كانت للناس، لي أنا لنفسي. أسوي شيء يفرحني. أنت يوم بتين مثلا، على سبيل المثال، بتذاكرين، بتقدمين الامتحان، بتنجحين، ما تحسين بالفخر؟ طبعا، في جهد، في تعب. هاي الرسالة اللي أنا أبغى أوصلها، لأن جهد، تفكير، وصلت للنقطة اللي أنا أبغيها. فليش أنا ما أفتخر بنفسي؟ أفتخر بنفسي حتى لو مو شرط أني أنا أطلع في الإعلام، أو أنا أطلع للعالمية، أو أطلع يعني قدام الناس. أنا أفتخر بنفسي. تبين تصلين للعالمية؟ أنا وصلت للعالمية. ما شاء الله عليك. أنا كلموني من ألمانيا. حابة تطلعين برا؟ وليش لا؟ حابة عندك يعني؟ ليش لا؟ ليش إذا أنا بغير التفكير بخليه من سلبي لإيجابي، ليش لا؟ إذا هو مو بس بالميكانيك، مو بس بالشغل، حتى بالفكر. نحن دولة متطورة، نحن ناخذ ثقافات من بعض، بس نحن كدولة إسلامية وعربية نحن نقتدي بالعادات والتقاليد. نحن عندنا عاداتنا وتقاليدنا، والدول الأجنبية لها عاداتها وتقاليدها. فنحن ناخذ الفكر اللي هو يتماشى معنا فقط. الدول الأوروبية الحين هي تأخذ من عاداتنا وتقاليدنا. مش غلط ان احنا ناخذ منهم، ولكن ناخذ منهم بس اذكر الجمهور ان احنا ناخذ من الدول الاوروبيه العادات والتقاليد، او مثلا الاشياء اللي هي الايجابيه اللي هي تنفعنا نحن، ما تضر العادات ولا التقاليد ولا يخدش الحياه، ثقافه عقول المجتمع. بالضبط لان احنا عندنا ثقافات مختلفه. صحيح. فلا بد ان احنا نتعلم هاي الثقافات. فما بغلط نحن ناس نحب التطور، نحب الثقافة، سواء خليجيا أو عربيا. صراحة يعني الدول العربية يعني تحب تطور من نفسها، والخليج بعد نفس الشيء.
دولة الإمارات ما ترضى إلا بالرقم واحد. لا وأنت أنت رقم واحد بعد. الله يحفظ. طيب لو ما كنتي لو عندك وقت، طبعا أنت درستي إعلام ودرستي عدة أشياء، لو عندك وقت غير أنك تكوني ميكانيكية شو كنتي بتكونين؟ أكون أنا عندي لاين في العطور. آها. أنا وايد أحب العطور، أحب أدخل في تفاصيل العطور. هدى المطروشي الاسم؟ لا 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 سمحتوا، هذا العطر لازم العطور اللي هي عليه. العطور اللي هي لها يعني رايحة فرنسية؟ لا مش العربية، الفرنسية. أنت رايحة أو ممكن الفرنسية بس العربية بس بطريقة مخلطة. خفيفة مش مخلطة بس بطريقة خفيفة. لي لاين في العطور لكن بعدني ما دخلت فيه لأن هذا مجال يعني راح نشوف براند عطور هدى المطروشي يمكن إن شاء الله. سلام. إن شاء الله ليش لا أكيد أكيد لا إن شاء الله إن شاء الله أنا أشد عليك إن شاء الله حاضرين. الكل يسأل هدى المطروشي متزوجة ولا عزبة؟ لا. شفت في التعليقات أنا غير متزوجة ومن العمر 37 ما شاء الله عليك. إذا بقول بعد التفاصيل عادي أنا من مواليد شهر 8/10/8. لو قربنا الكاميرا على وجهها ما شاء الله عليها بيبي فيس أنا كل شفتي شو سوينا داخل انصدمنا فيها ما شاء الله عليها كيوتة ويعني ما نعطيش أبدا هالعمر يقولوا لي صح؟ أنا يقولوا لي إحنا ما نعطيك هذا العمر وأنت دائما في العشرينات. لا أنا مو في العشرينات أنا في الثلاثينات 37. سؤال نفسك إن الصحافة تسألك يا وما سألوك يا الصحافة عصرتني عصار ما خلت كلمة. لا في شيء أنت حابة تسألين أنا لازم حابة أنت تقولي الصحافة تسألني أو مثلا إذا بتسألني أو السؤال اللي ما سألوني إيه؟ الصحافة يعني أنا شو النظرة المستقبلية طبعا هاي الكل سألها الرسالة رسالة. شو هي الرسالة؟ ما حد سألك شو الرسالة؟ الرسالة سألوني إياها بس إنك كمجال الميكانيك. أوكي. بس كمجال الفكر أنا دائما أحب أغير الفكر أخليه كفكر إيجابي. ناس إيجابيين ناس يعني أنا أشوفها إنسانة وايد عصبية. وايد عصبية. أنا أتحدى نفسي بنفسي إذا أنا إنسانة يعني عصبية ليش ما شوية أهدي من نفسي؟ إذا أنا إنسانة متسرعة ليش ما أهدي ليش ما أغير من الخطأ للصح؟ مش غلط ان الواحد يعترف باخطائه انا اعترف باخطائي ولي اخطاء لان الانسان خطائي بس اني اغير من السلبي للايجابي. انت حابه يكون عند حابه تسوين تغيير 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 في تغيير ثقافه في الفكر. المجتمع في الفكر. او في الفكر في الفكر الناس دائما تمشي على لنا انا ما اقدر وليش انا ما اقدر لا انت تقدر بس الاراده دائما الخطوه الاولى هي الصعبه يعني تحطين الفكره في بالك يعني اسهل من انك انت تنفذينها التنفيذ وايد صعب. انت تطمحين لرقي المجتمعات بس انت تقصدين الامارات ولا بشكل عام دول العربيه بشكل عام الامارات طبعا لا فيها اكثر من 200 جنسيه لا تنسي الامارات بلا شك ترى نغيرهم فجاه يعني. الامارات بلا شك بتصعد. شوفي امس كنا نتكلم عن 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 تعنيف المراه. نعم. حبيتي تتكلم عن شو تعنيف المراه؟ امبارح كنا نتكلم مؤتمر عن تعنيف المراه. الجنسيات هني مختلفه نحن عندنا اكثر عن 200 جنسيه في الدوله لكن اذا انا بتكلم بخص الاماراتيه فانا ما سويت شيء. تكلمي عن المجتمع الموجود. انا بتكلم عن المجتمع الموجود في الامارات سواء عرب او غير عرب او اماراتيات او من ذكور واناث التفكير هو اللي يحدد المصير يحدد ان انت شو تفكر اذا انت تفكر بشيء سلبي السلبي دائما بيكون موجود فكرت بالشيء الايجابي الايجابي دائما بيكون موجود يا جماعه الخير احسنوا الظن تؤمنين بالطاقات طبعا عندك هذا الجانب عندي هالجانب يعني دائما افكر بالاشياء الحلوه ليش افكر بالاشياء السلبيه تجذبين يعني اذا انا فكرت بالاشياء السلبيه انا اللي بتضايق بتحسين نفسك ان انت متضايقه ومو بقادره يعني خلاص يومك كله متعكر فليش اعكر انا مزاجي لمين تسمعين محاضرات وايد ناس وايد ناس انا طبعا عندي طويل عمر الشيخ محمد مزايد كلامه حتى لو الكلام كله ما قل ودل كلامه وايد عيبني طويل العمر الشيخ محمد بن راشد طويل العمر الشيخ الدكتور سلطان يعني كلامه عن المرأة بعد حلو ويومي يتكلم وكلهم شيوخنا استثنائيين تراهم صحيح. يوميون يتكلمون يوصلون لك الرسالة بكلمة أو كلمتين خلاص الرسالة مختصرة كل ما قل ودل أقرأ كتب
يعني اثقف نفسي من مثل ما يقولوا لك. ما شاء الله عليك. نعم جميل. من كل ما يقولوا لك من كل بستان زهره. ثقاف الهوايات غير كره سله. كره سله. كره سله. احب احب اني انا اقرا واثقف نفسي، يعني يوم احس عمري ان عندي شغله بعد مثل ما يقولون ان هي الطقوس. اوصل البيت لازم هاي الساعه اللي هي خلوه بيني وبين نفسي. ايوه. تليفون لا، سوشيال ميديا لا لا مش يوغا. حتى لو بس اجلس افكر اصفي الذهن، شو الاشياء اللي انا سويتها خطا، شو الاشياء اللي انا سويتها صح، ليش اراجع نفسي، شو الاشياء اللي هل ظلمت، انام وانا مظلومه ولا انام وانا ظالمه. ان شاء الله لا مظلومه ولا ظالمه. لا مظلومه ولا ظالمه، ولكن الواحد لازم يراجع نفسه. دائما افكر يعني شريط اليوم هذا انا شو سويت، شو الاشياء اللي انا سويتها، شو الاشياء الغلط اللي لازم تتصلح. فالانسان يمكن ما يصلح من نفسه من يوم او يومين، ياخذ له وقت. فهني هذا التحدي. جميل. انك انت تاخذ لك وقت في انك انت تصلح من نفسك. طيب سر ما حد يعرفه حصري لنا. حصري سر ما حد يعرفه. ترى انا قلت لا، في اسرار لازم بعد نخبيها. لا انا قلت الاشياء من السر، يعني اني انا اجلس بيني وبين نفسي هالشيء ما حد يعرفه، يعني ممكن الناس المقربين. اراجع نفسي بيني وبين نفسي اني انا اقول شو اللي سويته، شو الغلط اللي انا سويته، شو الصح. على قولت الاماراتيه اراجع حساباتي. اراجع حساباتي بس انا اراجع نفسي شو الاشياء اللي انا اسويها. النفس ف حتى يوم يقولوا لك انت غني، الغني غنى الروح، ترى مش غنى الفلوس، غنى الروح. طالما ان انت روحك غنيه بالايجابيه، غنيه بالطاقه الحلوه تكتفي. كم رصيدك؟ والله ما اعرف. صدق؟ والله ما اعرف. تاخذين غالي يقولون؟ غالي في الورشه؟ لا السيارة بس مجرد أن تدخل هالسيارة سيارتي، اللي أحب بسيارتي أحب بسيارتي، خلاص أنت تنسى سيارتك. سبحان الله. ف ما أبغى أدخل في هالتفاصيل يعني. مطلين. الناس يعني كاتبين تعليقات ها؟ تفكير لا لا مش مشهورة لا لا اللي في ألف صار 10,000. لا 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 لا, لا, لا أبدا أبدا أبدا. أنا أمشي مع السوق. ثاني شيء أنا الأشياء الإيجابية أو مش الإيجابية، الأشياء الزينة اللي هي للشخص هذا المهم والأهم، فأنا أمشي على الأهم وبعدين المهم. في اشياء ان الناس يعني تقول لا 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 غالي، لا 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 هي اعطتني وايد اشياء ما ينفع، انت كيف. ما ابغى اقول كلام يعني الاعلام، ولكن الثقافه هذه انتم مش فاهمينها، ان كل القطع ان تتبع بعضها. فانا اذا بدلت هاي القطعه، هاي القطعه بتكون جديده فبتاكل القطعه القديمه، فقطعه قديمه وجديده ما ينفع. للأسف الشديد الناس ما تعرف هذه الثقافة. لازم نسوي زيارة لعندك في المصنع. حاضرين، والمكان مكانكم. ونتغدى برياني. حاضرين، حاضر برياني ومجبوس واللي تبونه. تطبخين؟ لا أنا أحرق الطبخة. قولي والله. والله أحرقها. أحرقها. يعني مو بست بيت؟ لا. ممكن بلا كل شيء؟ الكمال لله. الكمال لله أكيد. ما تعرف تطبخين أبداً؟ أبداً، بس أنتي أعطيني بلفها أوكي. لكن احرقها. يعني هذا سر بعد. هذا سر، انا احرق الطبخه، اسمحوا لي يعني اذا اعطيتوني مثلا. لا والله احرقها، يمكن اسوي الشاهي قهوه مبلا اسويها. في شاي تعتبرينه طبخه؟ اي طبخه. القهوه التركيه متعلمتها في الاردن، من عائله اردنيه علمتني كيف اسوي القهوه وبوش. جميل. اما ما علموش المنسف الاردني؟ لا لا لا. هذا ما اعرفه. تخيلوا هدى عم تطبخ. اي منسف هذا مقتل بسوي، ما اعرف. ما اعرف بجرب الدياي كله، ما اعرف. لحم لحم بعد. يلا. طيب شو احب اسم لقلبك، بنت او ولد؟ احب اسم لقلبي. اسماءهم تحبين الاسمين مثلا مميزين عندك؟ اسماء مميزين مميزه عندي والله صديق. يعني لو جبتي بنت شو تسميها او ولد؟ هو انا بضطرني يعني، او مو بضطر يعني، بسمي محمد على من ام محمد، يعني على شغلتين ان شاء الله. ان على اسم الوالد وعلى اسم طويل العمر. هو البنت؟ البنت والله ما فكرت، تعرف ما فكرت. يمكن اسمي سلامه. سلامه. ف بس ما والله ما فكرت، صدمتيني بالسؤال توني والله هسه فكري. احب الاسماء مثل الاسم راشد، يعني وايد احب هالاسم لان احس اسم فيه ثجل. جميل. راح تورثي هالشيء لعيالك انه يكونوا في المصنع؟ بس انا مو متزوجه.
اوكي لو بالمستقبل، لانه ابغى افرح فيش لو سمحتي حطي نقط على الحد على الحروف من الحين. انا ليش قاعده اسوي لك دعايه على الفاضي؟ نبي نفرح فيك ان شاء الله. يعني اكيد بعلمهم على هذا. اخوانك؟ اخواني كل واحد له سلك الخاص، يعني مثلا كل واحد له مميزات او مثلا تفكيره في بعاد عن موضوع. لا لا لا، مثلا واحد من اخواني عنده موضوع تجاره السيارات، انه يبيع ويشتري. يعني انا مو بشاطره في التجاره، تجاره سيارات بيع وشراء لا. بس انا هات اصلح. هي انا هات بصلح بكسر وبصلح. اخوي لا، اخوي الحمد لله رب العالمين دخل في موضوع دخل في موضوع بيع وشراء تبارك الرحمن، يعني شاطر في الرأي. أول شيء أرفع آيات التهاني والتبريكات لدولة الإمارات العربية المتحدة في عامها 50 والأعوام القادمة إن شاء الله وبإذنه في تطور ورقي. أنا أقدم النصيحة هذه لكل إماراتي وإماراتية أو مقيم على هذه الأرض وعلى هذه الدولة الحبيبة. شغفكم، طموحكم، لا توقفون عند أي نقطة، حطوا الفاصلة وكملوا مشواركم، لأن هني أنتم بتتبعون الطموح، بتتبعون الشغف، بتتبعون يعني المسيرة اللي هي حتى مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة تشجع الناس سواء المواطنين أو حتى المقيمين أنهم يشوفون طموحهم، يشوفون أحلامهم. فلا توقفون عند أي نقطة، كونوا أنتم لذاتكم، أنتوا يعني قارنوا نفسكم بنفسكم سواء اليوم بالأمس والمستقبل. هدى المطروشي، أنا اليوم من أسعد اللقاءات. الله يسلمك حبيبتي يا هدى، والله أنا جدا جدا سعيدة فيك، وأكيد إن شاء الله لنا لقاءات أخرى أكيد. ولازم نجي أكيد نزورك أكيد. أكيد أنا لي الشرف يعني بهالاستضافة الحلوة والجميلة وباستضافتكم قناة النقد ناقد الفني وأنا لي الشرف أصلاً بهذه الاستضافة الحلوة والجميلة. بس يعني إن شاء الله هاي ما تكون آخر، ما يكون هاللقاء آخر لقاء، إن شاء الله لنا لقاء آخر. على فكرة أنا بالطاقات جذبتك، تعرفين أنا أحب طاقات، سويت بحث 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 قلت لازم أشوفها، والله العظيم تصدقين جيت وشفتك. أنا بقول لك طاقة الجذب كقصة، أتكلم عن طاقة الجذب. إذا أنا بيبي أتكلم عن طاقة الجذب فهي هذه قصة حقيقية. في عام 2019 أنا كنت حاطة في بالي سيارة، قلت إلا أخذها، وعلى فكرة حتى مكالمة طويل العمر هذه كانت طاقة. أكيد طبعا كانت طاقة، أن في يوم من الأيام أن كانت مكالمة طويل العمر طاقة إيجابية. يعني كنت أفكر أقول أنا أعرف أنه بيتصل فيني، أنا أعرف أني أنا بشوفه في يوم من الأيام، أنا أعرف أن أنا بسلم عليه في يوم من الأيام. في يوم من الأيام أنا راح أشوف طويل العمر وأسلم عليه. أنا انصدمت بمكالمة الهاتفية أن طويل العمر سيدي وملهمي ومعلمي سيدي صاحب اسمه محمد بن زايد متصل فيني يقول لي أنا فخور فيك. فهذه الطاقة أنا أبدا ما أنساها، أعطاني فوق الطاقة طاقة إيجابية، فوق القوة قوة، أعطاني الدافع أني أنا أكمل في هذا المشوار. كملي على موضوع السيارة. شوفي الله سبحانه وتعالى قال سل تعطى، صح، عطايا رب العالمين مش قليلة. أنت سألتي على فكرة، حتى لو تمنيتي فأنت سألتي. تمنيت وأنا دائما أستخير الحمد لله في الأشياء. مثلا إذا أنا كنت محتارة بين الاثنين فاستخرت وكانت الأمور دائما معقدة مرة لعلها خيرة إذا تأخر الموضوع. بس الحمد لله في يوم من الأيام اتصلوا فيني قالوا أوكي أنا تمت الموافقة وتعالي أخذي السيارة. انصدمت فقلت لهم أوكي والحمد لله السيارة موجودة في وقتها التوقيت اللي مكتوب أنك تاخذينها. سبحان الله. ويمكن بعد الناس ما تعرف عني هذا الجانب، أنا في كل سنة من سنوات عمري أو مثل ما يقولون في يوم الميلاد أهدي نفسي هدية. فيعني أي هدية عادي، حتى لو شيء بسيط أهدي نفسي عادي. جميل. ليش؟ أنت يوم تهدي نفسك أنت قدرت ذاتك، فهذا تقدير للذات والإنسان لازم يقدر ذاته. أنا ما أتريح حد يقدر ذاتي أو يقول لي هدى شكراً أو حلو ان الواحد حلو الواحد انه يعني يشوف حد قدره، لكن الاحلى اذا انت تقدر ذاتك. فاذا انت قدرت ذاتك فالغير بيعرف قيمتك.
لما تقدرين نفسك تعيشين انك هدى المطروشي اللي في نفس السن ولا اللي قبل او في المستقبل، فهمت شو اقصد؟ انا هدى المطروشي، هي هدى المطروشي، اعرف انا اعرف قيمتي من قبل. قيمه الشخص غير يوم انا اقيم نفسي وغير يوم غيري يقيمني. لا ما فهمت شو اقصد. انا اقصد انك انت لما الحين في هالسن عمري 37، انا اقدر هدى اللي كانت احلامها عمرها 17 18، ولا هدى اللي هي عمرها 37؟ لا، هدى اللي هي عمرها 37. ممكن اعيش الطفوله، الطفوله مع الاطفال اعيشها، ممكن اعيش مع كبار السن، ممكن اتعايش مع اللي هم في عمري او اكبر او اصغر. نحن الجيل الذهبي، جيل الثمانينات، مع الصغير صغير مع الكبير كبير. الله يحفظك يا رب. الله يسلمك. ان شاء الله دائما من تألق الى ألق ان شاء الله إن شاء رب العالمين. ان شاء الله حبيبتي، ان شاء الله. شكرا. انا سررت جدا بهذا اللقاء واسعدتوني، وتمنياتي لكم التوفيق حبيبتي. على فكره نحن خطفناها من التكريم.